شو طاهر بدي اقول شغله بعدين بليز لرحمه العرب مش حلوين ليلك على ليلى ليلك مش حلوين فيه قولي لي انت نسيت حد؟ نعم حاولت ما حاولت اني نعمه بس ما بعرف طلع هيك بس كمان اوت اوف تيون في نشاز طبعته ولا لا؟ شو؟ لا اذا ما انتبهتوا عندكم مشكله يا اخوان كله اوت اوف تيون ها عم يكون هيك وبرا هيك وبرا دغري مش دغري عم يروح منك صوتك وبعدين دائما في قساوه حد عم يكون الصوت قولي لي انت بدي اسمع رايكم رحمة شو رأيك؟ ما أعرف صوتها يعني؟ إيه هلا شو؟ كانت بالبروفات أحلى من هيك بكتير. ليش عم يصير معك هيك إذا فأذن؟ أنا معكم بالبروفات. نصيف شو رأيك؟ إيه جد كان بالبروفات أحسن. ما عندي رأي. أنا يفكر. عبد العزيز شو رأيك؟ لسه ما غلط. إيه لا شو رأيك ماشي؟ تركيز. ما لا إيش شو؟ ثاني مرة راني شو رايك؟ انه ليه هيك صار معك؟ الافلات كانوا فوق النوت في يا عمي بدي اسالكم شيء كيف بتكونوا عم تمرنوا مع بعض ما بتمرنوا مرات؟ عليناكي عليناكي تمبو ما بتتمرنوا عليها مرات مع بعض؟ ايه؟ نعم طيب ليش ما بتطلعوا صوتكم انتوا عم تغنوا؟ ما هو كورال عزتي حلو صحتك كي على ليلى رح تمك ما مسكرتيه هلا كل الوقت ليلى كي على ليلى كي بدي افتح ما رح لا خفت ولا شو؟ رجع لي اياها بليز رحمة ليلى على ليلى كي ظهر العصر ليلى كي مش موشي بعلبك ما استوى لو لا استوى جبنا ليكي بس هلا بغض النظر هلا عم يطلع بروجيكسيون اقوى للصوت هلا عم نحس انه صوتك اقوى بس بده غمغنا حسب اللهجه بدي اسالكم شيء لما بتاخذوا شغله معينه ما بتسالوا حدا كيف المغنى تبعها على ليلاكي على ليلاكي الكي تبعك كثير حلو على فكره هون طب شو عم بيصير معك هون في قاعدين شو طب شو بدك نعمل؟ شو كيف بدك نعمل حتى نحل هالقصة؟ مش في أنا عم نفقد تركيز يا حبيبي طيب بس بدي اقول شيء فيك تفقدي تركيزك اذا انت عم تغني على الميكرو بس معك تابلو ولابسه هالثياب وحدك واحد عم يرقص دبكي وشروال وبعلبك ودبكي ويا لطيف وعلى ليلك اي شيء بحس اذا طلعت فيهم هذيك مرة هالشابين رقصوا هاي أول مرة بيرقصوا وقدروا أقلموا حالهم بشغلة يعني أنا مش مقتنع بقصة إنه أنا صوتي ما بيغني ويش بيغني كل شيء بدي أسألكم لحظة إذا أنا مرة أنت أكيد بتغني إيه أكيد أنا مش موافق على أفكارك أكيد فيها تغني أكيد لأنه أكيد أي إنسان بده يتعلم بعدين عمرك قديش رحمة 23 هالقد انت صغيره بعدك يعني لازم تكوني بتستوعبي اكثر بكثير من بغض النظر اي انسان شو بحب يغني ليش عم تعتبري حالك بدي يكون مثل هذا كيف يغني وقت تفوتوا تعملوا انتم معهد شو بيعلموكم يا نصيف شو مليون نوع موشح ولبناني وفولكلور وبعلموكم مصري وبعلموكم مصري عتيق لانه المصري الجديد للي بيعرف
هو يختلف تماما. نعم. ام كلثوم شخصيا اسمعوني، ام كلثوم صنباطي وبليغ حمدي وعبد الوهاب تختلف عن ام كلثوم زكريا احمد وجمال فليح وسلامة وكل العتيق والاصابجي يختلفوا، اداء بيختلف. ما حدا بقى يعطيني اعذار ما لهاش طعمه. هل عناد عندكم؟ عندكم عناد انه مرات انه انا كي لا انه انا ما هذا مش ما فيش هيك. بك تغني غني غني خلصها ما نغنيها. يا عمي انا عم بسالك شيء، قاعد حدك شكري وظيفته بده يغني عربي، لو شو ما قلتي له بده يجبروه يغني عربي. ونفس الشيء عن ميرال بده يوصلوا، يعني هيدا مطب ما يعطوه شرقي، هيدا مطب ما يعطوه شرقي يعني شرقي بحت مستحيل. شو بدك عم يعطوها؟ هي عطوها ربع صوت تغني اول مره، اول ضرب عطوها ربع صوت. من وين لوين عم تخبرينا؟ عم تغني انجليزي هي كومبليتلي. اجوا طرقوها ربع صوت مع نواد الزغبي دغري اول مره. شو علي شوي بدري. انا رحمه في الفكره، خاطر انا عندي مشكله عكسها تماما. انا صوتي عريض كثير، يعني نجم نقول طربي متعود انا اغني الطرب. مثلا ما نجمش نغني لا ناعم. ناعم غني لي اجمل احساس. غني انا اعطيني دو، حدا يعطيني شو اسمه هي فامينار. ايه غنيت على الجيتار اجمل فيها الدو بعدين. لا لا اف اجمل احساس يا اجمل احساس في الكون انك تعشق بجنون وده حالي معاك. خلتني اعيش رفاصل يا ركح. خلتني اعيش ايام مليانه بشوق وغرام دوبني هواك. عشقك بجنون عشقك فاصلانو عشقك بجنون روحي انا قلبي المفتون كله منى. بس انت بدك تغني، انت مش عم تغني كثير منيح هلا، عم تتغنى زي تتغني هالغنية. انا هيك شفت لانه عم تغنيها صح هلا، هي قصة انا او بس عم تغنيها كثير. غنيتها منيح ولا لا؟ لا شوف قلي وانا نحن هو اللي نحن متعلمينه، انه الصوت الكبير اذا غنى صغير هذا اللي نحن عم نسمعه غلط. بس هو الصوت الكبير بس يغني صغير كثير حلو، بس صغير بس يغني كبير. هذا عم اقول لكم اياه. شو عم اقول لكم لساعة؟ روحوا لهون تعلموا توصلوا لهون لترجعوا. نحن عندنا الشارع صغير لازم يغني صغير. شو بدك فيه؟ شو بدي انا بدي احكي هيك؟ هذا المنطق الخاطئ. انا في هذا التراك ما اشربش الشاي، اشرب ازواج. غنيت غنيت غنج ودلع واكثر من هيك ما في شيء بالنسبه لي. شلون؟ ثلاث جمل هن كلها انا وزي الذكره. شو الصعوبه يعني؟ ما فيها شيء يعني. بقى هيدا المصر انا بعدني على النقطه، ما حدا بقى يقول لي انه ما بقدر غني هيك. احلى طريقه كانت كنتوا لازم تتمرنوا لها هيك عليلك عليلك. لو دبكتوها كنتوا بتغنوا احلى. رحمه تعال عندي تعال عندي تعال عندي. وبدي حدا يدبك معهم. مين؟ تعال عندي. مين كان رحمة؟ تعال هون غني انت وياهم. علي لك بدي تدبكي انت عم تغني. يلا تعال انت هون. شو خصني يلا ضروري نرقص؟ لا ما بعرف ارقص. لك ما نزلت رقص من الصبح ما قضيتيها رقص بلشي على نارك رقص. رقصي لي على هاي دبكي. يلا اسمعي. لا ايش فيها دابا تعليم كلها فيها بيان. عليلكي عليلكي سامعيني صوتك رحمة؟ سمعوني صوتكم صوت انت معهم غني معهم. يلا وعليلكي عليلكي زمهل عصدرك ليلكي مشموش بقلبك ما استوى لولا استوى جبنا ديكي. بحظة انا التمرين مش لاله لألكم، هو عم بيعلي صوته وانتم لازم تعلوا صوته. لو تمرنتوها بكل بساطة هيك، لو حسيت اللحظة ان هي هيك فيلينج تبعها بدك تترجمي حالتك معها، ما فيك تضلك انا مستحية. بعدين لو انا ليكي مش كي، انت عم تعملوا كي شوي هيك ليلكي خو شوي كي. بنات تتقدموا بكون تغنوا الاكستريم لتحصلوا على اللي بدكم اياه. اتفقنا ولا لا؟ بكون تتقدموا. Oh, oh, oh.
بس وفاء مثلا معك عندك سهوله انك تعمل مليون، بس ليش بتسكري تمك عشان تحضلي حد؟